باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. من انجيل معلمنا متى البشير اصحاح 21. ولما قربوا من اورشليم وجاءوا الى بيت فاجي عند جبل الزيتون، حينئذ ارسل يسوع تلميذين قائلا لهما: اذهبا الى القريه التي امامكما، فالوقت تجدان اتانا مربوطه وجحشا معها فحلهما واتياني بهما، وان قال لكما احد شيئا فقولا الرب محتاج اليهما فللوقت يرسلهما. فكان هذا كله لكي يتم ما قيل بالنبي القائل: قولوا لابنة صهيون هو ذا ملكك يأتيك وديعا راكبا على أتان وجحش ابن أتان. فذهب التلميذان وفعل كما أمرهما يسوع، وأتيا بالأتان والجحش وضعا عليهما ثيابهما فجلس عليهما، والجمع الأكثر فرشوا ثيابهم في الطريق، وآخرون قطعوا أغصانا من الشجر وفرشوها في الطريق، والجموع الذين تقدموا والذين تبعوا كانوا يصرخون قائلين: أصنى لابن داود، مبارك الآتي باسم الرب، أصنى في الأعالي. ولما دخل أورشليم ارتجت المدينة كلها قائلة: من هذا؟ فقالت الجموع: هذا يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل. والمجد لله دائما أبديا آمين. كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة هذا الصوم المبارك، ونشكر ربنا طبعا من أجل محبته لنا، إن في هذا الصوم المبارك بيبقى نهضة روحية، صوم وصلاة وقداسات وتناول وعظات روحية، وشيء جميل جدا إن ربنا يبعت لنا هذا الغذاء الروحي دايما. طبعا نشكر الاباء من اجل محبتهم ان انا اخد بركه الوجود معاكم النهارده في موضوع المسيح ملكنا. السيد المسيح له المجد، هو الملك، ملك الملوك ورب الارباب. جه من السماء، تجسد واخذ طبيعتنا البشريه وعاش بها على الارض بهدف انه يخلصنا ويقدم لينا نفسه ذبيحة على الصليب. طبعا مرورا بالاحداث كلها من الميلاد للصعود، كلها بركات عملها المسيح في جسده، وفي الحقيقة هو مش محتاج لولا حاجة منهم، لكن كل ده من اجلنا ولينا ولحسابنا. السيد المسيح من منذ ولادته جه المجوس يقولوا أين هو المولود ملك اليهود. فمن قبل ما يتولد السيد المسيح هو إيه؟ هو ملك. والناس اللي هم ما عندهمش النبوات ولا عندهم الأباء ولا الكتاب المقدس ولا أي شيء، المجوس دول اللي هم بتوع علم الفلك، قدروا إن هم يعرفوا وربنا يرشدهم إن في ملك عظيم جه إلى عالمنا. فجم في مشوار بعيد وطويل جدا زي ما احنا عارفين قصة المجوس، يقدموا للسيد المسيح ايه؟ هدايا. اين هو المولود ملك اليهود؟ بحثوا عنه في قصر الملك، ولكن ايه؟ ما لقاهوش، لانه كان ملك من نوع اخر، ملك مختلف عن كل الملوك. هو جه ليملك على حياتنا ويملك على قلوبنا ويجعل قلبنا ملكوت ليه، عشان نعيش معاه بعد كده الى الابد في ملكوته. هو يعيش في قلوبنا فتصبح ملكوت، واحنا نعيش معاه للابد في ملكوته في السماء. قدموا له الذهب علامة على الملك، والنهاردة بيتكرر الحدث في احد السعف او احد الشعانين، موكب عظيم جدا. السيد المسيح يدخل الى هيكله، السيد المسيح يدخل الى هيكله. السيد المسيح ولد ليصلب، فكل الاحداث وجوده على الارض 33 سنة وثلث، دول الاحداث دي كلها بتخدم الفداء، بتخدم الفداء. فالسيد المسيح هو فصحنا، السيد المسيح هو فصحنا، هو خروف الفصح اللي يتقدم عن حياة العالم. فكان لابد ان هو يذبح
هذا الذبيح يذبح امتى؟ في يوم عيد الفصح. فكل الترتيبات وتدبير الله منذ الازل ان السيد المسيح يصلب في هذا اليوم، وتبتدي الاحداث الاسبوع الاخير بموكب النصرة، ملك الملوك يدخل الى هيكله. عيد الفصح ده كان عيد عظيم عند اليهود، واليهود كانوا مشتتين في العالم كله، آلاف مؤلفة وملايين خارج أورشليم، كلهم يجوا يحجوا فين؟ يحجوا في أورشليم في عيد الفصح، ويدنهم قاعدين من الفصح ويحضروا أعياد لغاية عيد الخمسين أو عيد الحصاد، وبعد كده يبتدوا يرجعوا بلادهم. كان أكتر من مليون أو 2 مليون واحد بيجوا يحجوا في عيد الفصح. أيام نيرون كان في تعداد إن 2,700,000 واحد أو 2,700,000 حاج وصلوا أورشليم عشان يحضروا عيد الفصح. السيد المسيح الله الظاهر في الجسد بيعمل كل شيء بدقة متناهية وكل شيء بحساب، مفيش حاجة عشوائي ولا في حاجة بالصدفة، ولكن كل شيء في تدبير الله منذ الأزل. فالسيد المسيح له المجد كان في بيت عينيا، واحنا عارفين ازاي قوم لعازر، والناس كانت جايه مع يسوع من اليهوديه من الجليل، وجايين معاه من الجليل مجموعه كبيره جدا من الناس، ولغايه ما وصلوا وشافوا اقامه لعازر، وكان في وليمه حلوه خالص قدموها للسيد المسيح وتلاميذه. والناس اللي كانوا في هذه الوليمة راحوا أورشليم وقالوا وسربوا الأخبار إن السيد المسيح له المجد هيجي ويدخل أورشليم. جموع كتيرة من أورشليم راحت عشان تشوف لعازر ويشوفوا يسوع، وسمع الجموع اللي في أورشليم الأخبار إن يسوع قادم إلى أورشليم، فاحتشدوا في موكب عظيم جداً. وشفنا الحتة اللي قرناها، الجزء اللي قرناه من إنجيل متى، إزاي السيد المسيح أرسل اتنين وقال لهم روحوا هتلنا الجحش، هتلاقوا القرية اللي قدامكم وهتلاقوا جحش اتين مربوطة وجحش تحلوهم وتجيبوهم، وإذا الناس سألوكم قولوا لهم الرب محتاج إليه، الرب محتاج إليهما. فهنا يسوع المسيح رتب بنفسه هذا الموكب العظيم، موكب الملك الظافر، ملك الظافر. نلاقي ان هذا العمل اللي بيعمله السيد المسيح طول عمره كان بيبقى متخفي، وكان يعمل معجزات ويقول للناس ما تقولوش لحد، لكن النهارده الوضع مختلف. السيد المسيح رتب هذا اليوم لانه لابد ان هو يتمم النبوات ويدخل الى اورشليم، مدينه السلام، مدينه الملك العظيم يهوى، يخش بموكب عظيم وترتج المدينه كلها لوصول رب المجد يسوع. بالطريقه العلنيه دي في موكب الموكب الظافر ده يعتبر تحدي للسلطه اليهوديه. رؤساء الكهنه والفريسيين مش عارفين يعملوا ايه، فقدوا السيطره على الموضوع وكانوا خايفين وحقدين وتعبانين، لكن يسوع قرر ان يكون الفصح هو يومه. وطبقا للتدبير الالهي الشعب كله في حماسه شديده يقطعوا الاغصان، اغصان الشجر، شجر الزيتون، المنطقه كانت مليانه بشجر الزيتون، وقطعوا سعف النخل، وطبعا سعف النخل ده كان بيستقبلوا بيه القواد والملوك بعد ما ينتصروا في الحرب ويرجعوا يستقبلوهم بالهتاف ويمسكوا سعف النخل وأغصان الزيتون ويرحبوا بيهم. نبوة زكريا في أصحاح 9 بيقول إيه؟ هو ذا ملكك يأتي إليك، هو عادل ومنصور ووديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن أتين. يبقى هنا النبوات كلها كانت بتؤكد هذا الحدث العظيم.
الحقيقة التلاميذ ما كانواش فاهمين حاجة، والشعب مش فاهمين حاجة، هم منتظرين المسيا وقالوا يبقى هو ده، وفرحانين لأنه هو ممكن ينصرهم على أعدائهم. ما قدروش يفهموا الهدف والقصد بتاع أن السيد المسيح له المجد هو ملك روحي وملك جاي يملك على قلوبنا، مش عشان يحررهم من الرومان. نبوات كمان من سفر التكوين، نلاقي يعقوب أبو الآباء وهو بيبارك ولاده يتنبأ وهو بيبارك يهوذا، واحنا عارفين ان السيد المسيح له المجد من سبط يهوذا، يقول رابطا بالكرمة جحشه وبالجفنة ابن اتان غسل بالخمر ثيابه وبدم العنب ثوبه. دي نبوات عن السيد المسيح اللي هو الملك اللي يدخل الى مدينة السلام وراكبا على جحش. وطبعا الجحش ده حيوان رمز للسلام، الفارس اللي بتاع الحرب تلاقيه راكب ايه حصانه في ايده سيف، لكن السيد المسيح جه راكبا على ايه، على اتان وجحش ابن اتان. هنا السيد المسيح دخل وهو داخل اورشليم، وفي منحدر وهو نازل على المنحدر جبل الزيتون، وابتدى التهليل والتسبيح والاناشيد، وابتدى الفريق الموكب الملك بقى العظيم يبقى فرقتين، فرقة متتقدم السيد المسيح له المجد وفرقة متأخرة، نظام الخورس يعني زي الخورس الإبلي والبحري في نظام التسبيح في الكنيسة، وده كان برضو نظام التسبيح في العهد القديم، وبيرتلوا المزمور 118. طبعا كلهم منسقين بإحساس من الفرح والحماسة، وممكن مش مدركين بيعملوا ايه، ولكن بيحققوا كل النبوات اللي اتقالت عن السيد المسيح. كان ربنا يسوع المسيح عارف مضمون دخوله اورشليم، الفريسيين يعترضوا والكهنة ويقولوا انتهر تلاميذك انت مش عارف هما بيقولوا ايه، السيد المسيح يقول ايه، ان سكت هؤلاء فالحجارة تصرخ، ان سكت ايه هؤلاء فالحجارة تصرخ. الحجارة دي المسيح شايف المدينة وهو نازل، شايف المدينة من على ارتفاع عالي، وشايف المدينة كده بجمالها ومجدها غالي عليه والهيكل غالي عليه. وطبعا الله بيحب شعبه، ولكن بكى يسوع في وسط التهليل والتسبيح والنصرة والملك ده كله، ونلاقي المسيح ايه بيبكي. يبكي المسيح على اورشليم لانها لم تعرف ايه زمان افتقادها، لم تعرف زمان افتقادها. الحجارة تصرخ، الحجارة دي عارفة مصيرها هيبقى ايه، هيجي تيتوس القائد الروماني ويهدها، وتتحقق نبوة السيد المسيح له المجد، لا يترك ايه حجر على حجر الا وينقض. السيد المسيح بيتمم النبوات، ان سكت هؤلاء فالحجارة ايه تصرخ. طبعا الحجارة عارفة اللي هيحصل لها، الخراب اللي هيجي عليها، هيحيطوا بك الاعدائك بمترسة، يعملوا حواجز ويجوعوا المدينة، ويموت الاف، يموت الاف، لان المدينة مش عارفة زمان افتقدها. المدينة بحالها كلهم مش فاهمين حاجة، كلهم مشي وراء الكهنة ورؤساء الكهنة والحاقدين وإبليس وكل الناس دول، ومش عارفين مصلحتهم فين. ونلاقي السيد المسيح اللي عارف بكرة في ايه بيبكي على أولاده اللي هم في المدينة، اللي ماتوا بالجوع بعد طبعا صعود المسيح بحوالي 35-37 سنة. اتحصرت اورشليم ومات الناس من الجوع، واكلوا القطط والكلاب واكلوا اولادهم، وكانت مجاعة فظيعة جدا، وما نفعش حصار البلد، ابتدى يهد الاسوار، والحجر كذا طن يتدحرج، شوف يسحق قدامه كم واحد يعني يطحن اللي قدامه. فكان شيء بشع اللي هيحصل للمدينة، وشافوا السيد المسيح
وهو في هذا الموكب العظيم وبكى على أورشليم. السيد المسيح راكب على الجحش، مش ملك بس، لكن هو كمان يهوه، هو يهوه، هو الله، هو الله. نلاقي السيد المسيح يقول لهم: أما قرأتم قط من أفواه الأطفال والرضع هيأت تسبيحا؟ طب مين اللي بيسبحوا له؟ ده مزمور 8. مين اللي بيقدموا له التسبيح؟ هو يهوه، هو ملك إسرائيل، هو الله. فهنا السيد المسيح في إشارة خفية إنه بيقول لهم: أنا هو الله، أنا هو يهوه، ولي ينبغي التسبيح. إحنا دلوقتي بنهتف للمسيح اللي جاي للصليب، اللي بيعلن من على الصليب انتصاره. انتصر المسيح على الموت والخطية، وانتصر على إبليس، وادينا هذه النصرة، وبقى أصغر واحد في الكنيسة يرشم الصليب يرعب الشيطان. المسيح ايه؟ انتصر على إبليس في التجربة على الجبل، وانتصر على إبليس في موقعة الصليب. عشان كده الصليب ايه؟ ده علامة بترعب الشيطان، يفتكر اللي حصل في الصليب، ويفتكر الهزيمة العظمى الكبيرة اللي هزموا بيها السيد المسيح وإلى الأبد، ويسلم أولاده هذه النصرة. كل واحد وكل واحدة في أولاد يسوع المسيح اداهم إشارة الصليب، وبقى باسم يسوع وإشارة الصليب نغلب إبليس ونغلب الخطية ونغلب العالم. فهو الملك جاء ليملك على حياتنا، جاء ليعلن انتصاره الحقيقي على الصليب من أجل خلاص العالم، ويعلن حقيقة شخصه أن هو ملك، ملك الملوك ورب الأرباب. مشيت المسيرة بالهتاف، وهم كده إيه؟ بيربعوا مع بعض، ده ربع وده ربع، اللي قدام يهتفوا، وإيه؟ واللي وراهم يردوا عليهم. بيسموها الانتيفونا، الانتيفونا اللي هي إيه؟ التسبيح بالتبادل، وده اللي بنعمله في التسبيحة، واللي كان بيتعمل في العهد القديم. والموكب بيصرخ، الشعب في منتهى الصراخ، وضجيج طبعا عالي. كل الناس اللي في أورشليم سمعت وجت خرجت عشان تنضم للموكب، وصارت مع المسيح الملك الوديع المتواضع، ملك الايه؟ ملك السلام. معاهم سعف النخل بدل السيوف، المسيح راكب الجحش الصغير بدل الخيل، والشعب والأطفال والنساء يقولوا ايه؟ أصنى، أصنى لابن ايه؟ أصنى لابن داود. أصنى يعني ايه؟ يعني هوشعنا، يعني يا رب خلصنا، مبارك الآتي باسم الرب. ده ابن الله قادم إلى أورشليم ليصلب في وداعة الحمل. السماء دبرت هذا الموكب العظيم عشان تعلن وتحقق النبوات، وتعلن ان المسيح ايه؟ ملك. المسيح ايه؟ المسيح ملك. وصلنا يعني من فضلك خلصنا، مبارك الآتي باسم الرب، سلام في السماء ومجد في الأعالي. وصلنا لابن داود، وصلنا في الأعالي، وصلنا لملك إسرائيل. ده طبعا خلى الكهنة والفريسيين والكتبة يغيروا ويتضايقوا جدا، وده اللي خلاهم يقولك ازاي ملك؟ لا احنا نخلص منه ونرتاح. هو راحوا لبيلاطس وقالوا له ايه؟ هو قال ان هو ملك، قال انه ملك، واذا انت اطلقته تبقى لست محبا ايه؟ لست محبا لقيصر. ملك اسرائيل يدخل الى مدينته، يطالب بملكه، ويعلن حقيقة مهمة ان هو له حق في هذا العرش. طبعا ينتهي الامر بالقبض عليه وذبحه، ويكون ده في منتهى رضاه، هو في منتهى الفرح. يقول كده في رسالة العبرانيين: من اجل السرور الموضوع امامه احتمل الصليب مستهينا ايه؟ بالخزي. السيد المسيح كان في منتهى الرضا. طبعا الصليب ده كان صعب جدا، وفي جثماني كان صعب جدا، ان السيد المسيح بيحمل خطايا العالم. جثماني دي كانت صعبة جدا جدا، ان القدوس البار اللي بلا خطية بيشيل خطايا العالم كله، كل الخطية، زنا وقتل وسرقة وتجديف ويعني افتراء وكل ظلم وكل شيء من آدم إلى آخر الدهور شالوا المسيح. عشان كده كان مر جدا
وقال فلتعبر ايه ان شئت فلتعبر عني ايه هذه الكأس، ولكن لتكن لا ارادتي ايه، بسلم مشيئته وارادته للاب وبيصنع مشيئة الاب، لان مشيئته هي مشيئة الايه، هي مشيئة الاب. جاء ليصلب ويقدم نفسه ذبيحة في منتهى الرضا، لان ده كان قصد الله منذ الابد منذ الازل. يملك المسيح بالفعل، انما يملك ايه؟ مصلوبا. يملك مصلوبا، يملك على قلوبنا، واحنا كمان ايه؟ نطيعه. عارفين الجموع لما كانت بتفرش الثياب، كانوا بيفرشوا الثياب على الطريق، رمز للطاعة والترحيب والتهليل المناسب للملك العظيم القادم. المدينة ارتجت وارتفع الهتاف، ارتفع الهتاف، ودخل السيد المسيح الى ايه؟ الى اورشليم بهذا الموكب العظيم. طبعا كانش في حل عندهم غير ان هم ياخدوا القرار. حاول الكتبة والفرسيين والكهنة ان هم يبعدوا المسيح ويخلصوا منه بطريقة سلمية، ولكن بعد الموقف بتاع اقامة لعازر وبعد دخول اورشليم بهذا الموكب العظيم، قالوا لا، ده احنا كده ضعنا، وهيأتي الرومان ويأخذوا ايه موضعنا. كان عندهم مجد الناس افضل من مجد الله، كانوا يهمهم مكانتهم، يهمهم المكاسب اللي الوضع الاجتماعي والمكاسب السياسية، وكل هذه الامور تهمهم اكتر من محبة الله. فما قدروش، لما اتحطوا في مقارنة واختيار، اختاروا الانانية، اختاروا الذات، اختاروا الكبرياء، اختاروا المكاسب والمصالح الشخصية، وخسروا مكانتهم عند ربنا، وضاعت حياتهم الروحية. السيد المسيح له المجد، ملك الدهور، ملك الدهور، هذا الملك العادل اللي جه عشان يملك على قلوبنا ويملك على العالم، فهو ملك الايه؟ ملك السلام. وأورشليم هي مدينة الايه؟ مدينة السلام، فهو ملك السلام، ودخل المدينة مدينة السلام. طبعا زكريا النبي شافها، من كان زكريا 520 قبل الميلاد، 520 قبل الميلاد، يعني كان ايام المسيح كده 550 سنة، زكريا شاف المدينة وتنبأ عن مجيء المسيح. ابتهجي جدا يا ابنة صيون، اهتفي يا بنت اورشليم، هو ذا ملكك يأتي اليك وهو عادل ومنصور ووديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن اتين. السيد المسيح له المجد، كان نفسه ان التلاميذ حتى يفهموا، والتلاميذ طبعا قال القديس يوحنا ان التلاميذ ما فهموش، ولكن بعد ايه؟ حلول الروح القدس على التلاميذ، قدروا ان هم ايه؟ يفهموا، قدروا ان هم يفهموا. السيد المسيح له المجد، حاول ان هو يفكرهم المزامير والانبياء ونبوات كتيرة جدا كانت بتتكلم عن هذا اليوم وعن الصليب، ولكن محدش قدر ان هو يفهم. او المسيح بيعلن نفسه كمسيا، طبعا ما قدروش يفهموا، ولكن بعد القيامة وحلول الروح القدس على التلاميذ قدروا ان هم يفهموا. يقول كده، وتعين في روميا، وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات. يبقى هنا اللي ما قدروا يفهموا قصد الله ويفهموا تدبير الله اللي منذ الأزل، لما حل عليهم الروح القدس. وإحنا نشكر ربنا إن إحنا تعمدنا، خدنا الطبيعة الجديدة، كلمة الله معنا في الإنجيل، نقدر الروح القدس ساكن فينا، نقدر نفهم كلمة الله ونستمتع بيها ونفرح ونتمتع بالمسيح إنه يملك يملك على قلوبنا. المسيح هو ملك رفيع الشأن، ملك الملوك، هو المسيح الملك الحقيقي، الملك الروحي اللي يدخل حياتي فيقيم من الموت، زي ما أقام لعازر وزي ما هو قام من الموت، برضو المسيح يملك على قلبي عشان عشان يشيل الموت اللي جوه ويحط بداله الحياة. قال أنا هو الطريق والحق والحياة، فهو الحياة، وبعيد عن المسيح مفيش حياة، في موت.
بعيد عن المسيح في موت، لكن مع المسيح هو الايه؟ هو الحياة. اقول له يا رب ادخل قلبي واملك على حياتي وخد مكانك يا رب، وما تخليش ان ممكن هذا المكان زي مكانك، مكان المسيح. الله هو الهيكل، سكن الله وسط الجماعة، كان في الهيكل وبعدين لما ما فيش فايدة فيهم قال ايه؟ هو ذا بيتكم يترك لكم ايه؟ خرابا. الكلام لينا، الكلام لينا، اني لما ارفض ارفض وافضل ارفض وافضل ارفض صوت الله وارفض التوبة، عمل الروح القدس فينا بيعمل ايه؟ بيبكتنا. يبقى لما نسكت هذا الصوت يبقى احنا نسمع الصوت، طبعا محدش يعني فينا خالص ان شاء الله يسمعه، ان ايه؟ هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. احنا محتاجين ملكوت الله داخلنا. يقول كذا، ها ملكوت الله ايه؟ داخلكم. ها ملكوت الله داخلكم. فيأتي ملكوتك. المسيح الملك دخل اورشليم اللي هي مدينة السلام، وممكن قلب كل واحد فينا يبقى ايه؟ يبقى اورشليم. يبقى قلب كل واحد فينا ايه؟ اورشليم. يقول الرب قد ملك ولبس الجلال. نقدر نجمع كده الايات مع بعضيها والمزامير والانجيل والرسائل وكله، نطلع كده الروح القدس يوضح لنا كده حاجات جميلة، فنفرح ونتعزى. وكل يوم ربنا يدينا ايه؟ غذاء روحي. غذاء ايه؟ غذاء روحي. لما يملك المسيح على قلبي اقدر انفذ الوصية. ليه الوصية صعبة؟ عشان المسيح مش ملك. المسيح مش ملك. الوصية صعبة، مش قادر. اقول مش قادر، كل واحد يقول مش قادر. طب لو المسيح ملك، الملك ده ايه؟ بيؤمر، مش كده؟ بيؤمر والرعية ايه؟ تطيع. يبقى لو المسيح ملك يبقى انا هقدر اطيع صوت الله اللي في الانجيل، واقدر انفذ وصيته، واقدر ان انا انتصر على كل الضعفات بتاعتي. وربنا يعطيني النعمة ويعطينا كلنا البركة عشان احنا نكون محتاجينه. زي ما بعت كده المسيح للناس يقول لهم عن الحمار، قال لهم لو حد قال لكم بتحلوا الجحش ليه؟ قولوا الرب ايه؟ محتاج اليه. ربنا النهاردة بيقول انا محتاج لقلبك. انا محتاج ايه؟ لقلبك. هو محتاج ان هو يبان ان احنا المحتاجين، لكن هو يبان من حبه الشديد قوي فينا قوي قوي، يقول انا نفسي املك على قلبك، نفسي اسيطر على انفعالاتك وعلى شهواتك وعلى افكارك وعلى حواسك وعلى لسانك، وانا عايز اسيطر على كل حاجة. انت تسلم كل الامور، وانا لو بقيت ملك حقيقي على قلبك يبقى انت ايه؟ خلاص. كل حاجة ربنا ادهلنا احنا نقول له الرب محتاج ليه؟ الرب محتاج. ربنا محتاج ان هو يملك على قلوبنا. نقدر نقول له رب حياتي خد حياتي، فلما ياخد حياتي يبقى حياتي ليها معنى. لو انا اناني وعايز حياتي لنفسي وعايز اعيش لشهواتي وعايز اعيش لانانيتي يبقى ضيعتها. هو قال كده، اللي يضيع حياته من اجلي يجدها، واللي عايز حياته وعايز ذاته وعايز كبرياءه وعايز انانيته يبقى ضيع حياته نهائيا. ربنا بيحول حياتنا الزمنية الى خلود لما يملك عليها ونصير اولاده بجد. يبقى حياتي وصحتي وعقلي ومواهبي وعمري وايامي وكل حاجة تبقى ايه؟ تبقى بتاعته هو، وهو اللي بيملك عليها. نقول له رب قدس قلوبنا، قدس افكارنا، قدس حواسنا، قدس لساننا، كل حاجة يا رب تبقى ايه؟ تحت تصرفك. تحت ايه؟ تصرفك. ربنا يدينا النعمة ويدينا البركة عشان يبقى هو حقيقي الملك، الملك الوحيد على حياتنا، وبكده احنا نعيش الحياة هنا على الارض والمسيح ملك على حياتنا عشان يملك علينا الى الابد في ايه؟ في ملكوت السماوات. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يكون معكم دايما، واذكرونا في صلواتكم. ولإلهنا كل المجد والكرامة إلى الأبد، آمين.